تحتفل الكوادر التعليمية في تربية صلاح الدين بعيد المعلم الذي نذر حياته لطلبة العلم على مر العصور، كما أثنوا على دور فضائية السامراء التي تواكب أحداث المديرية ونشاطاتها والحملات التي قامت بها، ودور أهالي المدينة في بناء العديد من المدارس. نهنئ كافة الكوادر التدريسية والتعليمية في عموم محافظة صلاح الدين بمناسبة عيد المعلم، وليكن شعارنا لهذا العام هو التفوق ورفع المستوى العلمي لأبنائنا الطلبة. الحقيقة قناتكم الموقرة قناة سامراء متابعة لكل الأعمال اللي تقوم بها المديرية العامة للتربية وكافة أقسامها المتوزعة في الأقضية من نشاطات وأعمال مهمة. التوجيهات الأساسية في وزارة التربية وكيفية التعامل والتعاون بين مجالس الآباء والمعلمين وإدارات المدارس. خير في هذه المدينة، حيث لبى الخيرين من هذه المدينة على تأهيل 3 مدارس و4 مدارس في طور إن شاء الله لإكمال في العام القادم. ستكون 7 مدارس من الخيرين تزج إلى مدارسنا اللي موجودة. عام يختلف ربما عن الأعوام السابقة من خلال التفاعل بين الكوادر التدريسية والطلبة، ووضع بعض الحلول الناجحة للمشاكل، وفتح بعض المختبرات والمكتبات من خلال مجلس الآباء التي أخذت على عاتقها دورا كبيرا في هذا العام بسبب التقشف المالي الذي تمر به البلاد. هنالك تفاعل كبير بين التعليم التدريسيين وبين الطلبة. هذا العام حقيقة أفضل من الأعوام السابقة بسبب استقرار الدوام، بسبب توفر الكتب المدرسية، المتابعة الميدانية للإشراف الاختصاصي والتربوي للمدارس، الوقوف على أهم السلبيات اللي رافقت العملية التربوية، تشخيصها، وضع حلول اللازمة الناجعة. الآن من خلال متابعتنا وزياراتنا المكثفة إلى المدارس هنالك تفاعل، هذا التفاعل أدى نتائجه الإيجابية بحيث أصبح مستوى العلمي للتلاميذ أفضل ما هو عليه في الأعوام السابقة. حقيقة خلال استلامنا إلى مجلس أمور أولياء الطلبة قدمنا الكثير لهذه المدرسة، حيث كسونا المدرسة جميعها بالسيراميك، صبغنا المدرسة كلها، وفي هذه المناسبة حقيقة افتتحنا 3 مراكز أو مختبرات، المختبر الأول مختبر الحاسوب، المختبر الثاني مختبر الكيمياء والأحياء والفيزياء، ومكتبة لهؤلاء الطلبة، مكتبة إن شاء الله حقيقة جيدة فيها جميع أنواع الكتب لجميع أنواع العلوم. هذا كله كان بتعاون مجلس أولياء أمور الطلبة مع إدارة المدرسة مع المدرسات. المدرسات قاموا بمجهود طيب، أعضاء مجلس أمور الطلبة قاموا بمجهود جيد، فهذا التعاون. وأنا أحث من خلال منبر قناة سامراء إلى أولياء أمور الطلبة في كل المدارس للتعاون لبناء هذه المدارس، لأنه مدارس بناتنا والأجيال القادمة إن شاء الله. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، أبيات لطالما رددتها الأجيال، عسى أن توفي شيئا يسيرا لمن أعطى حياته من أجل إحياء جيل جديد. لقناة سامراء مصطفى السامرائي، سامراء.